مساء الخير. أمام محاضرة كمون كهربائي، هي المواضيع اللي هنناقشها اليوم. أولا الطاقة الكهربائية كاملة في حالة الشحنة القطبية بدون حقل منتظم. هل حقل منتظم بين لبوسين مكثفين؟ هذا لبوس الموجب وهذا لبوس السالب، حقل جهته من الموجب للسالب،
الحقل هذا هو حقل منتظم. شو يعني حقل منتظم؟ معناتها خطوطه متوازيه وقيمته في كل نقطه ثابته. كيف كده؟ يلا كمان انت حاطه السماعات. لا حطي سماعات انت كمان. هلا اذا شفنا عم تتحرك من موضع ايه الى موضع بي، لا تنزل بحركتها عمل مقداره دي بي من ايه الى بي يساوي ناقص دلتا يو يساوي كيو صفر ضرب اي ضرب بي، يعني القوه ضرب الانتقال. القوه شو هي؟ معناها القوه ضرب الانتقال، القوه هي كيو صفر اي، والانتقال من ايه الى بي يعني بي. فينا نقول ان واي اي ناقص واي بي، يعني وايات النقطه اي ناقص وايات النقطه بي. يعني بيكون نعمل الانتقال من اي الى بي يساوي ناقص دلتا يو ناقص تغير الطاقه الكامنه، اللي الطاقه الكامنه بنسميها، يساوي كيو صفر ضرب اي ضرب بي، الشحنة ضرب الحقل ضرب المسافة بين لوسين، يعني اللي هي الانتقال من A إلى B. احنا عندنا شايفين ما له علاقة بالطريقة المثبتة، انه الشحنة شلون ما تحركت، بس هم انه الفرق بين Y A و Y B هو B. اذا رح يكون معناتها مثل ما حكينا انه العمل هو كيو اي بي او كيو بي بي واي اي ناقص واي بي، وبالتالي هو يو اي ناقص يو بي يساوي ناقص دلتا يو. زي حكينا هون على الرسمة، إذا معناتها دي بي يو مثل ما حكينا إنه كيو صفر اي واي اي ناقص كيو صفر اي واي بي، هي هي يو اي وهي يو بي، يعني هو ناقص يو بي ناقص يو اي يساوي ناقص دلتا يو. الحالة الثانية أن الطاقة الكامنة الكهربائية في حالة شحنتين نقطيتين، شحنتين نقطيتين، الشحنة الأولى كيو مريضة، الشحنة الثانية كيو صفر، تتأثر بالحقل الناتج عن كيو الذي هو إي. إذا كانت في النقطة دي بالنقطة دي الحقل إي كان، بس شو صارت؟ لاحظين شدته صارت أقل، الشدة هون أقل من هون، شدة أقل. هلا بعد A هو R A، بعد B R B، أما بعد النقطة بينهما نسميها R. لذلك القوة بينهما شو هي؟ قوة نيوتن يساوي كيو كيو صفر على 4 بي إبسلون صفر ضرب 1 على R مربع ضرب يو R شعاع الواحدة، حيث شعاع الواحدة محمول على المستقيم بين نقطتين A و B. نيو المادي نيو معناته يساوي قوة ضرب الانتقال، القوة هي F الانتقال دي ار، نطالع الثوابت لبرا وبنكامل. تعال شوف تكامل بالتفصيل، طلعنا الثوابت في تكامل دي ار على ار مربع ناقص واحد على ار، نعوض هذه التكامل بنعكسها حتى تكون موجود بالاول، واحد على ار اي ناقص واحد على ار بي، واحد على ار اي ضرب هاي هي يو اي، واحد على ار بي ضرب هاي هي يو بي، اذا يساوي ناقص دلتا يو. هلا بدنا نشوف القوة الكهربائية بالنقطة اي الناتج عن الشحنة كيو يساوي يو على كيو صفر، اذا الكمون يساوي الطاقة الكامنة مقسومة على يو صفر. اذا عندي عدة نقاط فيها شحنة، شو التأثير على النقطة A كل وحدة يو تبعها على كيو؟ معناتها مجموع الكمونات الجزئية اللي هي بي يساوي واحد على أربعة بي يصير صفر سيجما كيو اي على ار اي، حيث اي من واحد إلى اي.
هو ساعات التكام اللي هي شيء مهما الله بيقسم مصير التكامل بيأتي على بيئة إذا كانت شحنات موزعة بشكل مستمر في الفضاء. فبيكون بي يساوي 1/4 بي اس من صفر تكامل بي كيو على ار. إذا بيكون بشكل خاص إنه بي اي بي يساوي بي اي مع جي بي يساوي تكامل من اي إلى بي لإي بي اي. إذا بنلخص كل شيء حكيناه إنه في يساوي بي على كيو صفر كمون يساوي الطاقة الكامية على كيو صفر أو الطاقة الكامنة يساوي كيو بي جي، أو بإمكاننا نقول إن الطاقة الكامنة شو هي؟ 1/4 بي إبسيلون صفر كيو كيو صفر على الأمر، وبالتالي إذا قسمت على كيو صفر بإيه؟ بي يساوي إيه على كيو صفر أو يساوي سعر ضرب كيو على الأمر. إذا هي العلاقة الأخيرة اللي بنحفظها إحنا. كده بشرح يعني إعادة إذا ما حكينا عنه. الشيء اللي حكيناه إعادة إيوه تفصيل. مثال أحسن الكم الكهربائي الناجع على شحنتين كيو واحد وكيو اثنين في النقط A B C A B C العادة الموضحة بشكل 4 6 4 13 13 النقطة الثانية من النقطة A أقرب لشحنة سالبة معناتها لازم يطلع سالب. كمان بالنقطة B أقرب للشحنة الموجودة لازم يطلع موجب. كمان بالنقطة C متساوي البعد معناتها لازم يطلع صفر. يعني هذا البعد يساوي هذا البعد. تعال نشوف. إذا حسبنا ار 1 وار 2 بالمتر طلع في اي يساوي 1/4 بي اكس صفر كيو اي على ار ار سعر ضرب كيو 1/r1 زائد كيو 2 على ار 2 بيطلع 800 ناقص 270 يساوي ناقص 900. مثل ما تنبأنا انه اي سالب في اي سالب لما اقرب الشحنة السالبة. هلا البي بي نفس الطريقة نشر بي بي يساوي 1929 فولت. شو بعده ار 1 0.04 ار 2 0.14 متر. بالنقطة سي بيكون ار 1 يساوي ار 2 يساوي 0.16 وبالتالي يطلع بي سي يساوي 0 لأنه يساوي اكبر عن كل من الشحنتين تساوي. طبعا شفت مثال على الكمون الكهربائي بين مستويين مشحونين مثل حالة المكثفة. كثيف اللموس الأول موجب حاد سالب. ليش؟ انتقل الموجب للسالب يعني هذا اللموس الموجب حاد سالب. شحنة عم تنتقل من A إلى B شاقوليا على محور واي في المسافة دي بين اللموسين بهالنقطة هي ارتفاع واي. رح يكون U يساوي كيو صفر E دي واي طاقة كاملة سلم عليها كي صفر اي 1 قوة الانتقال كي صفر اي هي قوة واي الانتقال. اما في يساوي يو على كي صفر يعني بس انت كي صفر يطلع معي اي ضرب 1 الكون معناتها الحقل ضرب ارتفاع. بالنقطة شو الارتفاع؟ دي معناتها اي ضرب دي كمون اي دي ترجع الشكل اي ضرب دي كمون النقطة اي كمون دي تبقى صفر وياتها صفر معناتها شو كمون النقطة دي صفر كمان. صعبة؟ إذا معناتها في اي يساوي اي دي دي هو كمون أعظم وبي دي يساوي صفر هو كمون الأول أو كمون الأرض. نقول إن الحقل الكهربائي موجه من A إلى B يعني من الكمون العالي إلى الكمون الخفيف حيث VA أكبر من VB.
هون شوف هلا الكمون الكهربائي لا يعني مستقيم لا نهائي. إذا عندي مستقيم لا نهائي شو بيكون الكمون اللازم عندنا؟ هي مستقيم لا نهائي مش هون بالمسافة الخطية لمدة هي النقطة بي و اي يعني بوسع بي كمونة بي بي يساوي صفر والاي كمونة بي اي بحسن بي بي هاد بحقن لا تبع مستقيم من هون لهون ار اي اسميه من هون لهون اسميه ار صفر اللي ذكر انه الحقن الناتج عن مستقيم لا نهائي مشحون بكثافة خطية لمدة يساوي لمدة على 2 بي اكسين صفر ضرب 1 على ار تمام؟ هي حاضرين عم بقول المحاضرة الماضية والمحاضرة الثانية كمان الثانية والرابعة بقول معك انا حاعوضها بي اي مع الزي بي هو تكامل من اي ل بي ل اي بي اي يعني تكامل من ار صفر ل ار بي شو هي؟ عوضناها ضرب في ار زائد طول دي ال حطينا دي ار لان على ار عم نحسب نحن كله ار عم نسميه تبعها هلا كمون النقطة دي صفر معناتها بدل دي بي نحط صفر وار اي يساوي ار وار بي يحسب لي ار صفر معناتها بقي من ار صفر لار شو التكامل تبعها؟ التكامل هو اللي قلت ليش يعني تكامل دي ار على ار هو لغيرس المقام لغيرس ار تعال شوف التفصيل هذا هو اللي بدنا نعرفه نحط على الثالث لبرا اللي هو لبدا 2 دي اكس يوصله يتكامل من ار لار صفر لدي ار على ار شو تكاملها؟ لغيرس المقام يعني لغيرس ار تكاملها لغيرس المقام اللي هو هذا وضع لوغاريتم ار صفر معناه لوغاريتم ار فرق اللوغاريتمات شو يطلع معي لوغاريتم صفر على المقام يعني ار صفر على ار اذا كانت لندا موجودة شو بصير فيه كل ما بعدنا بيظهر 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 الحقل كل ما بعدنا عن النقطة هلا اذا موش اذا موش اذا سالبة كمان بده يصير ليش عم دي ار عم تكبر هي المقام معناتها يكون رح ينقص شو بيكون سالب اذا معناتها شو تفرق معي يكون سالب او موجب حسب الشحنة تعال شو دليل الشيء يكون تسالب يكون شو يعني يكون تسالب يكون يعني اذا عندي شحنة نقطية رح يصير عندي سطوح هون عبارة عن كرات إلى نفس المركز متحدة في المركز كل كرة فيها نقط كل النقط على سطح الكرة إلى نفس الكون مثلا تبدأ دي يساوي زائد 70 بعدين نطلع لفوق شوي صاروا 60 50 30 20 هيك حتى يصير سطوح 30 مرة 30 هلا الزول اللي طالعين لبرا هون هي خطوط حقل كنا عمودين على سطوح تساوي كون إذا سطوح تساوي كون الناتجة عن شحنة نقطية عبارة عن كرات متحدة في المركز شو في المركز الشحنة الموجودة والحقل اتجاهه عمودي على سطوح تساوي كون من الداخل نحو الخارج هلا إذا كانوا شحنتين واحدة موجبة وواحدة سالبة كمان عندي سطوح تساوي الكمون عبارة عن كرات تحيط فيها زي هي هون ببلش من الموجة من زائد 70 هو ناقص 70 زائد 50 ناقص 50 حتى زائد 1 ناقص 1 في آخر شيء شو زائد 1 ناقص 1 صفر يعني مستوي هون كمونه بيساوي صفر منتصف المسافة بينهما يكون عمودي على خط المركز. إذا حارس ثنائي خطوة شو تكون؟ خطوة تساوي كون كرتين واحدة مركزها الشحنة الموجبة وواحدة مركزها الشحنة السالبة. هلا إذا عندي شحنتين موجبين كمان هيكون عندي كرتين متحيزي المركز. عدة كرات عفوا
كل وحده لنا وكذا شحنين موجوده. هلا بعدين بعد ما يكبروا شو؟ يعني الاولى استهلك مركز معين، بصير بلسها خطا معين. المحرقين تبعاتهم هم الشحنتين. إذا في المحل الهندسي النقاط اللي بيساووا فيها الكمون عبارة عن كرة، ثم هاي الكمون هو سطح بيكون بين نقاطه قيم متساوية للكمون. خطوط الحقل بتكون عمودية على السطوح، هي خطوط الحقل عمودية على السطوح. على سطوح تساوي الكمون والنواقل، يعني إذا عندي ناقل متوازن يعني هدول الشحنين، معناتها بيكون عندي الكمون كل نقطة من نقاطه ثابت، يعني في اي يساوي في بي يساوي في سي. إذا عندي شحنة بقرب منها رح تطلع خطوط الحقل، القرب منها طبعا رح يكون خط عمودي داخلي عمودي عليه. إذا الحقل الكهربائي في جوار الناقل يكون عمودي على سطح الناقل جواره، الآن يعني جزء تبعه هيكون في A مع في B يساوي تكامل من A ل B ل E في L، وبالتالي يساوي الصفر. ليش؟ يعني في A يساوي في B، فهذا تكامل من A إلى B ل E في L يساوي الصفر. طبعا شو العلاقة بين الكمون والحقل؟ إنما في A مع زي بي هو تكامل اي دي اي، وبالتالي معناتها بدال ايش راح دي بي، معناتها صار تكامل اي دي اي يساوي تكامل من اي الى بي ل دي بي. خلينا نختصر التكامل مع التكامل، صار اي دي اي يساوي دي بي، معناتها دي بي يساوي ناقص اي دي اي، يعني ناقص الطرف الثاني دي بي يساوي ناقص اي دي اي يساوي اي اس دي اس ناقص اي واي دي واي ناقص اي زد دي زد. وبالتالي مركبات الحقل هي اي اس يساوي ناقص دي في على دي اس، اي واي ناقص دي في على دي واي، اي زد ناقص دي في على دي زد. هذا شو بنقول له مشتق؟ مين بيعرف؟ بنقول له مشتق جزئي. شو يعني مشتق جزئي؟ يعني إذا في تابع ال x y z بيشتقوا بالنسبة ل e، بصيروا ال y وال z عبارة عن سوالف. إذا بيشتقوا بالنسبة ل y اشتقاق جزء e، بصيروا ال x وال z سوالف، وهكذا. إذا بنعبر عنها بعلاقة، هي العلاقة التالية e يساوي ناقص جراديان v. شو يعني جراديان؟ يعني تابع تدرج، اللي هو مشتقات جزئية. هذا هو تابع التدرج بنسميه. هلا في كمية سلمية، التدرج تبعها شو هي؟ كمية شعاعية، يعني أي مقدار سلمي إذا بدي حوله شعاع، أنا شو أعمل؟ طالع التدرج تبعه بيطلع التدرج تبعه شعاع، هو تابع درجة يعني. هو ساعتها إنه الحقل الكهربائي يساوي عكس تدرج كمون كهربائي. خطوة هدول تحليل اثنين، الجراديان تحليل اثنين في اللي بيساعدوهم بالتفصيل. بس هلا الحل هنا انه الاي يساوي مع الجراديان جي، اي يساوي بدنا نعمل له تدرج، لو كان كميه سلميه شو بنعمل؟ بيطلع عندي تدرج تبعه بناخذ شعاع، اللي هو يعني هدول بنحطهم على مركبات اكس واي زد، يعني بصير دي في على دي اكس هي على الارض، والدي في على دي واي هي على الجي، والدي في على دي دي في على دي زد هي على الزد. يعني شو مركبات شعاعي؟ اي اكس اي واي اي زد، اكسات وواياته وزداته. طبعا
شوف مثال، الحقل الكهربائي لا يعني مستقيم لا نهائي، مشحون كهربائية خطية بالنظام كثافة لمدة، الحقل اي يساوي لمدة على 2 بي ابسلون صفر اي بي اي. في نقطة ما من المحور او اكس العمودي على المستقيم مشحون، يكون لدينا بيستخدمنا علاقة اي يساوي مع في جراديانت في. شو بيكون؟ الدال بي ناقص دال بي على دي اي هي مركب على الشمس، ودال بي على دي واي مركب على الواي صفر. عشان ما في واي هون مستقيم عم يصير لوين كاسرين، ودال بي على دي زد كمان صفر لأن ما في واي ما في زد، مركباتهم صفار. باقي صاروا ثوابت حتى الاكس صار ثابتة، تمام؟ هي اللي معي بس مركبة على الاكس. هلا بما انه ما في غيرها فيني احول ساعتها مشتق جزئي الى مشتق تام، هذا الى مشتق تام دي في على دي اكس. نستنتج انه في يساوي تكامل هالمقدار هون كامل الطرفين، تكامل لندا على 2 بي ابسلون صفر اي في دي اي. شو تكامل؟ دي شرعي بدرجة من قام. تمام؟ هلا بنعوض فيها، صار عندي دي يساوي ناقص لندا 2 بي ابسلون صفر لدرجة من اي زائد لندا 2 بي ابسلون صفر لدرجة من اكس صفر. في الان طالع عامل مشترك بي اكس لدرجة من اكس صفر مع اكس لدرجة من اي، يعني لدرجة من اكس صفر على اي حسب خواص لدرجة. هي مثل طلعت معنا تبع ار وار صفر مثلها تمام لحالة مستقيم بالنظر هي طلعت معنا. أما هون بس للإكسات هي هي المحاضرة تبع اليوم، بدي منكم تحلوا التمارين الوظيفية. صار المحاضرة اليوم بحملكم اياها دغري، هات نزلوها تقروا لحالكم. هلا اسمح لكم مجموعات مشان الوظيفة دغري تبلشوا فيها، يعني خلال 10 ايام تانيات نزلكم اياها او اخر من 10 ايام، كل 4 طلاب او 5 طلاب مع بعضهم.